انطلق قطار التعليم من محطته الأول من أيلول لتعلن صافرته بدء العام الدراسي الجديد في الأرض المقدسة. العام جديد والتحديات جديدة قديمة، وفي مقدمتها تلكؤ الحكومة الإسرائيلية عن تحويل المبالغ المستحقة بقيمة 50 مليون شيكل إلى المدارس المسيحية بعد أن قامت هذه المدارس بتخفيض ملحوظ نسبته 25% على الأقساط المدرسية. زادت نسبة العجز في كل المدارس لأن الوزارة لم تدفع، ولأننا قد حققنا هذا التخفيض الذي كنا نرغبه للأهالي، فمع التخفيض تضاعف العجز المالي للمدارس، وبدأنا هذا العام الدراسي بعجز شديد في الميزانيات. نحن لا نسعى إلى مسكنات فقط، نحن نسعى إلى حل دائم مع الوزارة يحفظ مكانتنا، يحفظ مدارسنا، ويحفظ تقدمنا. وعلاوة على التحديات الاقتصادية، هناك أيضا بطبيعة الحال تحديات اجتماعية. فنحن على وعي تام بأن رسالة هامة تنتظرنا، ونريد أن نرى ثمارها آنيا في تقدم ونجاح الطلاب، ومستقبليا في مجتمع واع ومتماسك. وسوف نركز هذا العام على توطيد العلاقات الاجتماعية التي تربط المعلمين والطلاب والإدارة والأهل، حتى يتعاون الجميع في هذه الرسالة التربوية. يبلغ عدد المدارس المسيحية الكنسية 47 مدرسة، ويفوق عدد الطلاب فيها 33,000، 40% منهم مسلمون. يقبل الطالب المسلم مثل الطالب المسيحي في مدارسنا، وداخل أسوار المدرسة يعامل الطالب المسلم كالطالب المسيحي، والنظام التربوي والتعليمي في المدرسة هو موجه لكل الطلاب بدون استثناء. يلتحق معظم طلاب المدارس المسيحية بالمعاهد التعليمية العليا، ويشكل خريجوها روافد النهضة الثقافية العربية في الأرض المقدسة، ونجدهم يتألقون في شتى الميادين الحياتية. والقيم التعليمية لا تكتمل بدون القيم الإنسانية، خاصة على خلفية الأحداث والصراعات الدموية التي نشهدها من حولنا في الشرق الأوسط. دور المدرسة هو تنمية الوعي في للطلاب بمجريات الأمور التي تحدث والتغييرات السريعة الموجودة في العالم ككل وفي الشرق الأوسط بنوع خاص. نحن لسنا متفرجين، نحن مشاركين بتطوير طلابنا وتحضيرهم من جهة الفضائل التي يجب أن يتحلوا بها. مهما تعددت التحديات والصعاب، تبقى المدارس المسيحية في الأرض المقدسة صروحا تعليمية شامخة تحمل رسالة السيد المسيح إلى الجميع في الخدمة والعطاء للبشرية جمعاء. أتمنى أن يقوم كل إنسان بدوره في التربية، فالتربية لا تكون فقط في المدرسة، وإنما أيضا في الشارع، في العمل، في البيت، في كل مكان، وهي من كل إنسان بمثله الصالح بقيمه وفضائله، ليروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا الآب السماوي.